السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم تامر درويش من معرض غصن الزيتون. النهاردة بنسلم عميل جديد عربية زيرو، هنحب نعرف منه رأيه عن المكان وعن العربية. معنا الأستاذ محمود من محافظة البحيرة، إيه رأيك يا أستاذ محمود في العربية وفي المكان وفي السعر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في معرض غصن الزيتون، التعامل هنا كويس، المقابلة كويسة خالص. احنا اشترينا العربية واستلمنا والفاتورة والورق في نفس اليوم، والناس خلصتنا في كل حاجة، والتعامل كويس خالص ان شاء الله. بالنسبة لسعر العربية، ايه رأيك في سعر العربية؟ السعر كويس، السعر مرتاح، لان احنا طبعا من البحيرة وسألنا عندنا في اسكندرية، والسعر هنا كويس عن عندنا يعني ان شاء الله. هل واجهت اي مشكلة النهاردة معانا ولا لا؟ لا ان شاء الله، التعامل كويس والورق خلص كله على طول، في ظرف نص ساعة استلمنا والورق كويس الحمد لله، تمام، الدنيا كويسة خالص الحمد لله. تمام، استأذنك ادي المايك لعم جمعة. عم جمعة من محافظة البحيرة، أهلا وسهلا عم جمعة في معرض غصن الزيتون. أهلا بيك يا باشا. إيه رأيك عم جمعة في بسم الله ما شاء الله، المقابلة حلوة والناس أحلى، وإن شاء الله تعامل كويس، وخدنا برضو عربيتنا بورقها بكل حاجة في خلال نص ساعة إن شاء الله، دفعنا واستلمنا، وإن شاء الله الناس كويسة جدا وقابلتنا أحلى مقابلة. والسعر يا عم جمعة؟ والسعر 100 والله الحمد لله. وأدي ورق العربية عشان ما يبقاش كلام، يعني على ارض الواقع العربيه بورقها. عملوا معانا احلى واجب، والعربيه استلمنا ورقها في خلال نص ساعه، وكل حاجه تمام الحمد لله. نشكر الاستاذ تامر حبيبي، الناس اللي قابلتنا مقابله حلوه، ومشكرين جدا جدا جدا. وانت نورتنا والله يا عم. الله يخليك يا باشا، وان شاء الله مبروك، وان شاء الله نتعامل كتير باذن الله بعد كده، وان شاء الله مكانك يا عم. الف مبروك، الله يبارك فيك. الف مبروك.